النهاردة عايزة اوريكم فكرة حبايبي لعمل الفراخ بطريقة صحية جدا. احنا جبنا صدور الفراخ ورصناها في الصينية كده، يعني هي تحت هنا انا حاطة صدور الفراخ تحت، طيب، وحطيت فوقيها طماطم وبطاطس وفلفل اخضر، وبعدين حطيت التتبيلة ملح وفلفل وكزبرة ناشفة، ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وسنة كمون. يبقى حطيت الفراخ في الاول، الصدور بعد طبعا ما كنتش شطفتها بالميه والخل عادي زي العاده. الاول راق هو الفراخ، تاني راق حطيت الطماطم، تالت راق حطيت بصل، وبعد كده حطيت بطاطس، وبعدين حطيت فلفل اخضر. بس دي المكونات. وعليت عليها الاول شويه، وطبعا حطيت ملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمون. عليت عليها شويه لحد ما غليت، وبعدين وطيت عليها جامد جدا، وطيت عليها جامد جدا وغطيتها. خدت حوالي ساعه ونص، ودي تعتبر سلو كوكت. سلو كوكت متسويه ببطء ببطء شديد جدا، فبتبقى محتفظه بكل قيمتها الغذائيه. فدي كانت صدور الفراخ بطريقه السلو كوكت، متسويه على نار هاديه جدا جدا لمده طويله. وبألف هنا